إذا سهى الإمام ولم يجلس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية ونبهه المأمومون، فهل له أن يجلس أم يكمل صلاته؟ فحينئذ كيف تكون المسألة؟ جزاكم الله خيرا. إذا قال إلى الركعة الثالثة في العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، يعني ما زاد على الصلاة الثنائية، إذا قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول ثم تنبه أو نبه قبل أن يعتمد قائما، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول لأنه واجب من واجبات الصلاة. أما إذا استتم قائما فإنه يكره رجوعه سواء ذكر أو نسي، يكره له الرجوع لأنه شرع في الركعة الثانية. وأما إذا شرع في القراءة قراءة الفاتحة إنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في الركعة الثانية وفي قراءتها، فلا يجوز له أن يرجع من ركن شرع فيه لأداء واجب نسيه، ولكن عليه أن يستمر ويكمل صلاته. ثم إذا أراد أن يسلم فإنه يسجد سجدتين للسهو جبرا لهذا النقص الذي حصل في صلاته. هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.